ميدو خلي ماما تسألكم كل شيء. لا منوع انا بعرف على الاطواق، انا ما بعلق اطواق. ماما كيف شكلي؟ حلو كثير. انا عايشه هيك ولا حتى شعر انا؟ لا حلو هيك، انت هيك عايشه، انت كمان روعه. ان شاء الله تكونوا تمام. بعرف هالقعده ان زمان ما قعدنا، فيديو اليوم عملناه من فتره طويله. كانت ضيفه حلقتنا ماما، بس حاليا ضيف هو بابا. بابا صفقوله لبابا. بابا له عنا كذا سؤال محرج عباله يسالنا اياه. عم حرك كثير ايدي بس هيك متعوده. سو بابا حيطرح علينا كذا سؤال، واذا نحن هذا الشيء عاملينه نرفع ونشرب مي، اذا لا لا ما حنعمل شيء. اذا عبالكم تشوفوا الضيف الحلقه الجايه يكون شيره، الاخ بيكون اصعب على طول. حطوا لايك بالفيديو وخلونا نوصل ل 150 الف لايك. يا سو يا جاهزين؟ يب. عمركم انتوا ثلاثه تخانقتوا شيء مع استاذ؟ طبعا مو ضرب كوس او شيء، يعني رديتي عليه ملاسنه؟ استاذ التاريخ وشيرين كله. انت شيرين بتعرف ما شاء الله ايميلاتنا ما بتوقف عندها بالبيت. في حدا على الانستغرام بتتابعوه بشكل سري وبالخفاء؟ انا ما فوت على انستغرام. انت كذابه. هاي جايز هلا بعد الفيديو بشخطه مين وليك. طيب اذا ثلاثه تكون او كل وحده ربحت مليون دولار اروح بهرب فيها؟ تتركوا المدرسه؟ يا الله تمام تمام ما في ماي بينا البانيو. تتركوها؟ نيلة لا بروح اوزع عليهم، خلصوا المصاري شلون؟ بروح اوزع على الاساتذه. انت مليون مليون انت الصح عادك الصح. ولي شكرا اذا بنزل راتب 1000 كرون بتعطل. مين بزمانته طقف التاشير بالمدرسه؟ هي جايز مرة شيرين طقت فتاشة بالمدرسة في فرقاعات نارية طقتها بالمدرسة. أخذوني موجودا لعند الرح. هلا أنتوا بعد ما وصلتوا لهالمستوى هذا بين العالم وشهرتوا يعني وصرتوا معروفين يعني وخاصة هون حسيتوا حدا من رفقاتكم غاروا منكم، حاولوا يبعدوا عنكم، حاولوا يقلدوكم؟ ايه في هيك شيء، في شكل بتنهزه. انا حدا منكم هون بالبيت حاول يصطنع المرض، يعمل حاله اخ بطني، اخ راسي، اخ كلوي، انا عشان ما يروح المدرسة؟ حبيت ارفع لك اياها. حبيت اياها. حدا منكم مثلا هو بالحصة قال الاستاذ انا مضطر اروح على التواليت وراح وما رجع الحصة، يعني فركة يعني هرب؟ لا مش لي مو انه هرب، يعني هرب انه مادة ما بيحبها. عندكم نية انه تضربوا حدا بالبيت اكبر منكم هون وبس ما بتقدروا انه اكبر مني بجوز اكل قتلي منه انا؟ لا انا عندي نية اضرب حدا كثير من صدره. انا كمان صدره انا يمكن نفس الشخص ناري. حدا منكم رسب بمادة وقدمت إياه واخدتي علامتك فيل راسبة يعني وجيتي على البيت وسألناكي أنا وأمك وقلوا لي بابا توب أخذت بيرفكت نجحاني بس أنتوا الحقيقة راسبين بالمادة؟ أنا لا ما صارت معي ولا أنا. وليه؟ أنا إنسان شيرين؟ شيرين أي امتحان؟ استخدموا شي فراش أسنان بعض أنتوا بالغلط ولا متعمدين ولا وحدة مضيعة فرشايتها؟ نو واي والله بعمركم وانتم رايحين على المدرسه ولا جايين لعندكم مشوار ماسكين موبايل وتعبيتوا بشي حيط بشي بني ادم بشي عمود كهرباء بشي باص؟ انا ولا مره. عمركم وانتم بالشارع ولا على الشباك ولا على البلكون لوحتوا لحدا وما شافكم وانتوا اعتقدتوا انه شايفنا وعامل حاله ما شايفنا؟ انا مره وشو عملتوا؟ فهمتي السؤال شيرين؟ مره واحد ابن كلب بالمدرسه، دخلت على المدرسه مره فكل فكر الشاب شيره فهو عم يعدي فاخوه يعني بالمدرسه سو عملت له هيك فهو من حقارته اطلع فيني من فوق الى تحتي
ودار بالشو. اه واعتقدتي اخوك؟ ما هي نارين انت بتروحي قبل اخواتك على المدرسه، لابسه لبس وحده من التنتين وهدول يروحوا بس لبسي هدول يروحوا بعدك على المدرسه ويدقوا لك تليفون يقولوا لك بلوزتي الحمراء مثلا لبستيها وانت لبستيها فعلا وتقولي لهم لا حدا كذب على الثاني هي مرة ثلاثة تونكيز. اه اعطيكي ريمونتك بهي تنصتوا على حدا بالبيت بشكل سري مثل تحطي اذنك على الحيط تجيبي كاسة تحطيها على الحيط من دون ما يحس على تليفون على محادثة. خلينا نبدل انا شايفين حبيباتي هذا كان اخر سؤال لكم بتمنى يكون عجبكم فيديو ما تنسوا تحطوا لايك واشتراك هاد كان كل الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوه استمتعتوا معنا او اذا عبالكم تشوفوا شيروا ضيف من الحلقة الجاي حيكون معنا هون اكيد حطوا لايك للفيديو وخلونا نوصلوا ل 150 لايك فيكم تتابعوا قناة سدرا وشيرين حيكون تحت اسم الرقم الوصف فاشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل الفيديوهات بدنا نقول انه نحن بنحبكم كثير 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 باي.